قاعدة إنجر ليك الجوية هي قاعدة أمريكية تقع قرب مدينة أضناه، خامس أكبر المدن التركية، ومخصصة بالأساس للقوات الأمريكية التي بنتها عام 1951، وبها أيضا تواجد للقوات البريطانية والألمانية. تعتبر القاعدة الأكبر في محيطها، حيث يتواجد بها نحو 50,000 من القوات الجوية الأمريكية، وكانت مخصصة في السابق لمواجهة تهديد الاتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردة، ثم تحولت كمنصة انطلاق للعمليات الأمريكية في الشرق الأوسط. لطالما اعتبرت القاعدة رمزا للتعاون العسكري بين تركيا والولايات المتحدة، غير أن التوتر الأخير في العلاقات ألقى بظلاله على مستقبل القاعدة والتواجد العسكري الأمريكي في تركيا بشكل عام. ولعل التقارب مع روسيا كان أحد أبرز أسباب توتر العلاقات بين واشنطن وأنقرة، ما دفع وسائل إعلام أمريكية للحديث عن ضرورة إخراج القوات الأمريكية من قاعدة أنجرليك، خصوصا مع تزايد مواقف تركيا العدائية تجاه الولايات المتحدة. الولايات المتحدة كانت قد أدخلت أيضا قنابل نووية إلى أنجرليك في عام 1959، ويرجح متابعون أن القاعدة تضم ما يزيد على 50 سلاحا نوويا مخزنا في هذه القاعدة. هذه الترسنة النووية تدرس واشنطن أيضا سحبها بعد أن دب الفتور في العلاقات الأمريكية التركية. مع تصاعد الخطاب العدائي التركي تجاه الولايات المتحدة، تحدث مسؤولون أمريكيون عن التفكير ببدائل لقاعدة أنجرليك الجوية. هذا التطور جاء بعد شراء أردوغان لأنظمة S-400 الصاروخية الروسية، وهو القرار الذي دفع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقصاء أنقرة من برنامج تصنيع مقاتلات F-35. الاتجاه لليونان طرح كاحتمال لنقل القاعدة الأمريكية، وهو ما أكده مسؤولون أمريكيون قالوا إن اليونان بديل محتمل لأن الوجود الأمريكي في تركيا أصبح مهددا. انتقال القوات الجوية الأمريكية من القاعدة التركية إلى اليونان عززته زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي إلى أثينا، وألقى خطابا من جزيرة كريت اليونانية، حيث توجد قاعدة للبحرية الأمريكية هناك. It's literally the perfect choice in light of the facility's strategic location, and it's symbolic of a defense partnership that will continue to expand and to grow. هناك أيضا قبرص التي تظل خيارا محتملا، خصوصا أن الولايات المتحدة رفعت حظر التسليح المفروض عليها منذ عام 1987، وهو الأمر الذي اعتبره مراقبون بمثابة تحضير للجزيرة لاستضافة قوات أمريكية. ووفق ما يرى مراقبون، فإن الانفتاح الأمريكي على قبرص واليونان يأتي ردا على الخطاب العدائي لأردوغان، حيث ترسل واشنطن رسالة مفادها أنها لا تفكر بالضرورة في بديل واحد لأنجرليك، بل لديها عدة بدائل، وأن خروجها من تركيا يمكن أن يحدث في أي لحظة.